السلام عليكم. انا صعبه لاباس عليك. صعبه الحمد لله. الله يبارك فيك ربي يخليك. اللهم لك الحمد. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك لاله خطيك. المهم انا جيت مرحبا وجبت معايا بزاف ديال الضيوف. جبت معايا بزاف ديال المتتبعات. ولكن غنحيد البابيط واحد شويه تخلقت. المهم السلام عليكم. كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة. هذا هو الشعار اللي دائما كتسمعوني كنقولوا لكم. جا الوقت باش نطيح الوزن ولكن ما غاديش ندير ريجيم. كتقولوا ويلي كيفاش غدير هذه؟ تا غادي تحيد الوزن ولكن ما غديش الريجيم. انا جيت عند هناء الشرقاوي. هناء الشرقاوي هي اخصائيه في تفتيت الدهون وكنت سمعتها بزاف ديال المرات كتقدم في واحد البرنامج في ميد راديو وعجبني الحال وعجبني كيفاش النصائح ديالها. وجاتني في واحد الوقيته جيتيني هنا يعني داك لو مومون كنت كنفكر بزاف انني باش نطيح الوزن. وبصح البنات انا ما نكذبش عليكم صافي قررت باش نوقف وقلت ستوب. هدى خاصك تبداي حياه جديده لانه عييت وكنحس براسي بحال بدات كتركب فيا واحد العقده وانا باقا صغيره وما يمكن ليش نبقى حياتي كلها وانا هاد العقده عايشه معايا. وشحال قدنا ما نبقاو كيف تنقولوا نبقاو نطيبوا وناكلوا ونعسوا نطيبوا وناكلوا ونعسوا صافي ستوب. اذا حياتي غتبدا من عندك هنا ان شاء الله. غندير واحد التحدي اللي هو اول مره نديرو وهو خطوه للامام ليا وليك حتى انتيا ان شاء الله. نتمنى انني نكون على حسن ظنك وحسن ظن الجمهور لان الجمهور دابا غادي يتسنى النتيجه الاخرى. غيتسنى هدى العزيزه عليهم كيفاش غادي تنقص كيفاش غادي تضعف بلا ريجيم بلا سبور. علاش ما تعطيش لي ريجيم؟ لان لي ريجيم ملي تنديروهم واحد المده وتنعياو وتلاشيو ما تنبقاوش نكملوهم. اولا تنديروهم كاين الناس اللي عندها مشكل مثلا غير في دي زون تتولي تضعف من بلايص اخرين تولي عندها واحد غلاشمون تولي ناقصين لها الفيتامين. يعني ماشي كل الناس نديرو لي ريجيم بواحد الطريقه اللي هي صحيه. علاش سبور نقول لكم علاش سبور ما غنعطيهاش لهم؟ علاش الناس يجيو عندي تنعطيهم لا مارش علاش باش يحطوا داك لي كالوري. اما السبور اللي هي بحال دابا لي زابدو الميسكولاسيون مي تتكون عندنا لا غريس تتكون عندنا يعني الشحمه ولا الدهون متراكمه في واحد البلايص مي تنديرو حنا سبور بحال دابا مثلا تجي السيده اللي عندها مثلا لي فيس يعني لا مورفولوجي بواغ يعني تيكون عندها غير تحت عامر الفوق ما تيكون خاوي ما عامرش. ملي تمشي دير سبور تدير الفيلو تدير لا بيسيكليت دونك شي وقع تما تيوقع واحد الميسكيلاسيون يعني غير تيتكبروا لا غريس تبقى في بلاصتها. يعني ملي تكون لا غريس سي ترو طار انها دير سبور عليها خصها تمشى تحاول تحرق داك لي كالوري اللي خدات اولا تستعن بواحد الحصص يعني لقيتهم عند ناس محترفين اللي تخدموهم كوم الفو يعني فتتو داك الدهون في داك البلايص عاد تكون واحد النتيجه تكون واحد القياسات ولا المقاسات ديال تتلاحظوا في السروال ديالها تتنقصوا ان شاء الله. داكشي اللي غادي نحاول نخدم معك دابا وانا نوعدكم ان شاء الله غادي نقاد هي مقاده تبارك الله غزاله ما شاء الله وهي غنزيد نقاد لا طاي ان شاء الله. لا ما تكذبيش عليا انا انت بزاف بزاف واخا بزاف. شوف هذه هي التجربه اللي زوينه علاش؟ لان شي حاجه اللي هي باينه عندك انتيا بانها كي قلتي مستحيله تمشي بلا ريجيم بلا سبور دونك هذا تحدي سميتو. ولكن التحدي اللي من بعد رجع ليا بالاشياء اللي هي سلبيه غتكونوا باقيين عاقلين في سنه 2007 بالضبط الوقيته اللي كنت بغيت نصور فيه مخربوش طيحت الوزن بشكل عجيب حيت 27 كيلو في ظرف 3 شهور. ولكن فريمون هنا راني كنت مجوعه راسي بمعنى الكلمه ما كناكلش ما كناكلش جوع 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 طحت يعني طيحت بزاف بزاف 3 شهور. مجرد انني ساليت الفيلم دخلبوشه كانت الشهيه مشات ليا حيت مابقيتش كناكل يعني غتكون المعده تسدات. من بعد تزوجت مباشره من بعد الزواج بعد الاولاد بقيت كنزيد شويه بشويه شويه بشويه وبالاخص في 2012 كنت دخلت لواحد الجمعيه دخلت كنتعلم هادشي ديال لاباتيسري ولا كويزين وهذا وليت اي حاجه كنشوفها كندخل نطبقها وانا كنطبق وانا كناكل وانا كنطبق وانا كناكل وانا كنتزاد وانا كنطبق وانا كناكل وانا كنتزاد. هنا انا جيت عندك مرحبا بك ولا على الله سبحانه وتعالى ولا عليك ان شاء الله و اللي حشمنا يا ربي امين. نتوما غادي تشوفوا معايا جميع المراحل اللي غادي ندوز فيها مع هناء.
دخلت للصومه دابا. هذه اول مرحله كديرها هنا، هو كدرت ليا واحد الزيت ودهنت ليا في لو كور ديالي كله، وبالاخص البلايص اللي فيهم الشحمه، ودورت عليا السلوفان كل من تحت لفوق، ودخلتني لهاد لا شومبر شوفونت الصونا، وصافي ودابا انا كنسخن. ومن بعد عاد غادي ندوز للمرحله المواليه اللي هي غادي تكون المساج، والمساج اللي عندها هو مساج فريمون مساج سبيسيال. وانا ما جيت عندها حتى سولت بزاف، وسولت في الراديو، وسولت في كلشي تيقول لي ما يمكنش هذيك السيده، زعما ماشي كنهضر حيت انا عندها، ولكن كنقول لكم اللي كاين. كلشي تيقول لي ما يمكنش هذيك السيده داكشي اللي عندها في يديها، يا سبحان الله. مرتاحه مزيانه بخير، كنشوف راسي زبيد دابا. بغيت تخلي لا طاي اللي بغيتي توصلي ليها ياك، ولا لا طاي اللي كنتي تلبسيها قبل باش كنتي صغيره مثلا. نقدر نقول لك هنا واحد الحاجه واللي ما عارفينهاش الناس، فاش كنت ضعفت باقي عندي الحوايج ديال داك الوقيته اللي خديت في 2007، دي بونطالون اللي ما سخيتش نحيدهم، ما سخيتش نلوحهم، وكل مره كنشوف راسي فيهم وكنبقى نتفقس وتنقول اه يا ليام شحال هاد لي طاي هادو. لالا نقدر نقول لك شحال كنت 40 هادوك غادي تجيبو من هدى، غادي تجيبي لي 40 صافي. دونك خدمو على 40 باش انتي ترجعي 40 ان شاء الله باذن الله. غنحاولو غندير مجهودي اكثر من المجهود ديالي ولو ماكسيموم الخدمه ديالي باش نرجعك تلبسي 40 ان شاء الله باذن الله. دابا شحال غادي نديرو من سيونس في السيمانه؟ دابا غادي نحاولو غنبداو ب 2 فوا بار سيمين ياك، من بعد ديك الساعه غادي نشوفو الريزولتا كيفاش غادا، ولكن ان شاء الله هاد جوج مرات في الاسبوع ان شاء الله غتكون عندها واحد النتيجه. وحنا غادي وانت تتنقصي في لي طاي تحسي براسك تخفافي، تتحسي براسك الشحمه بحال بدات تخرج لكم لو كور ديالك، يعني راه واحد الخفه غتحسي بها وغتقوليها ليا ان شاء الله في السيونس الماجه. كيما الناس كاملين تيجيو عندي من تسالي لا سيونس ديالها تتمشي تقول لي حسيت براسي بها خفيفه، تنتحرك في الدار مزيان يعني، اولا لبست واحد الحاجه اللي كانت تجيني شويه مزيه، اولا كانت مثلا لي بوني دامور كانوا تيقفزو تيبانو ليا في الحوايج شويه طالعين، راه حاولت نلبسهم ما بانوش بزاف. اذا انت غتحسي بحال هاد الاحساس ان شاء الله، وهاد الريزلت غتكون عندك ان شاء الله. ان شاء الله. زوينة ديالي للإشارة فقط، هذا الفيديو هذا راني صورته قبل من عيد الأضحى، وتقريبا بديت مع هناء واحد ثلاثة ديال لي سيونس، وما كانش جات الفرصة أنني باش نحط الفيديو، لأن كيف ما عرفتوا مع الكونفينمون كانوا الرباط طريق الرباط كانوا سدوها، فما قدرتش أنني نحط الفيديو، ودابا جا الوقت باش نحطو. وفي نفس الوقت بغيت نعلمكم باللي هناء راه ولات دابا ما بين الرباط والمحمدية، يعني عندها لوكال في المحمدية وعندها لوكال حتى في الرباط. حسيت بالراحة، هو كان شوية ديال لي دولور عادي لأن الشحمة كتهرس، و أنا والله ما نكذبش عليكم، والله عرفتي لبست دابا حوايجي، لبستها كنحس براسي ماشي هي هاديك. شنو أنا لابسة واحد السروال، وهاد السروال شحال هادي ما لبستو، جبتو دابا نلبسو وكنحس براسي مزيرة فيه، ولكن دابا منين جيت أون فوا سالي كلاسيونس قسما بالله والله ما نكذب عليكم البنات، مع اللبسة اللي لبست
تندير فيها تنقول لها انا كنحس بالسروال ماشي هو هذاك كنديرها تنحس بالسروال ترخف عليا والله من جهه الخاط كنحس بالسروال ترخف عليا يعني هذه غير سيونس وحده فما بالك الثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله دونك انا بحال قلت لك في الاول وبحال تنقول للناس دائما اللي متبعات ديالي ولا كلشي تنقول لهم شوف راه كاين الريزلتا المقاسه تنقصوا والحصه الثانيه تنقول لهم دائما تيبان الفرق ولكن من هي استاذه هدى الحصه الاولى بان ليها الفرق يعني انا ما قلت لهاش يعني انا تنشوف واخا شفت انها منها فطات من لا سيونس ثلاث منها بان لي واحد شويه ديال شويه نقصات بان لي في الشوفه في عينيه ولكن ملي خليتها لبست السروال ديالها وقالت لي فما دونك انا تاكدت وهي تاكدات وان شاء الله الحصص الماجي ان شاء الله تنقص ان شاء الله اكثر ان شاء الله ودرنا واحد التحدي صغيور واحد التحدي صغيور اللي كانت خدامه ليا انا جات لهاد الجنيبات هادو اللي كيكون عندنا فوق السروال وقالت لي شوفي انا غادي نخدم لك كانت خدامه فيهم جوج قالت لي جي ندير واحد التحدي دابا شوفي لا مرحبا نديروه خدمت لي واحد الجنب عطاتو لا طك لا طك لا طك لا طك وسالت قالت لي والله شوفي دابا فوق ما بين هاد الجنب دابا عرفتي شنو انا عندي جنب واحد ديرها واحد ديرها تنكملوا الاخر باش يتقادوا بجوج ان شاء الله باذن الله وميرسي لك هناء تلقانا وياك ان شاء الله في الحصه الجايه باذن الله وشنو النصيحه اللي تنصحيني بها؟ غنصحك باش ما غاديش نزيرك ما نقولكش ديري لي ريجيم ياك اللي غنقول لك غنقول لك واحد الحاجه اللي هي غتبقى نظام حياتك كامله وصحيه ليك ومزيانه ليك وغتقيك لا من الشحمه لا من السيروليت لا من الامراض الله يحفظ اللي هي نعرفوا بان ثلاثه الحوايج اللي مضرين لصحتنا هما السكريات والنشويات والدهنيات يعني الا عرفنا هادو غيضرونا قبل ما نقولوا راه غيضرونا كنخافوا منهم لانهم مسببات بزاف للديابيت الامراض القلب الله يحفظ تصلب الشرايين الكوليسترول يعني عده امراض تيكون سببهم هما هاد الماكله اللي تنقولوا حنا تغلط لي فينوازغي لي فريت لي فريتور يعني هاد الحوايج اللي حنا كنخافوا منهم و تنقولوا غيضرونا نخافوا منهم انهم يمرضونا وغنمشيو على هاد التفكير هذا وهاد النمط هذا دونك كيف غنقول واحد السيستم زوين غنغلطو مره غناكلوهم شويه غير ما نكثروش ماشي شاك جوغ ماشي شاك فوا ماشي دائما لا كونتيت كبيره ماشي نبقاو جالسين في الطبلات ناكلو تنبداو نحلو الصدافه ديال السروال باش نكملو يعني هذا هو الخطا اللي غادي فيه حنا بزاف الماء بزاف يعني الماء راه مزيان للصحه ديالنا مزيان تيصفي لنا الدم ديالنا تيمزين لنا لابو ديالنا مزيان لهاد لي سيونس سيندو ديال لو دريناج من بعد تنحاولوا اننا لا مارش دائما تكون شحال ما قدرتي واخا غير تخرج ماشي ضروري انك تلبس اللبسه ديال الرياضه وتمشي تقول انا غنمشي للغابه خصني نجري خصني نجري لا غير تخرج مثلا اي حاجه غتقضيها تخرج تحسبها اون مارش غديرها يعني هكا وصافي ما غادي ترتاح يعني ما عمرك غتحاول واي حاجه كليتيها تحرقها راه المشكل ديالنا اللي تيغلطنا عرفتي شنو هو اننا كيفاش تناكلو ما تنحرقوش تنجلسو يعني ما كاينش واحد المجهود بدني نهائيا ما تنبذلوش مجهود بدني دونك الا تمشينا وحسينا براسنا كاع غلطنا وتقلنا نحاولوا نتمشاو الجمعة وغيكون راه بالاخص في هذا الحجر هذا بزاف الناس تشكاو لان صراحه لبسنا المده ديال 3 شهور تناكلو وما تنحرقوش يعني ما بانش لينا غير حنا بان تاع الوليدات الصغار حتى هما راه بان فيهم غير كنزادو ولكن الوليدات الصغار تيبقاو انه تيكون واحد المساله اللي هي مؤقته كيطوالو عاوتاني تعاود يتحركوا عاوتاني دابا ان شاء الله نتمنوا يرجع كلشي بخير ان شاء الله يرجعوا للاكتيفيتي ديالهم وداك الشيء ان شاء الله مع الوقت وغادي يتحركوا ان شاء الله وغادي يتخلصوا من هادشي ماشي بحال الناس الكبار اللي شويه تجي صعيبه علاش تكون المراه شويه اجي او لا مشكل ديال جاتها السمنه لا غروسيس المرحله ديال الحمل او المرحله ديال الرضاعه يعني هادو هما المشاكل فين هادو هما الاوقات فين تتاخذ المراه هاد النسبه ديال هاد الدهنيات فين تتراكم عندها يعني خصنا نحضروا في هاد لي بيريود نحضروا بحال دابا المراه في لا غروسيس ماشي ضروري انها تاكل الماكله بزاف باش ليها والبيبي او لهادي يعني الا كانت غير شويه راه تكون مفيده ليها والماء كذلك او في الرضاعه كذلك يعني في الرضاعه شحال واحد يسحب له راه الماكله بزاف راه غادي يجي الحليب هو راه غير الماء ولا وماكله خفيفه وصحيه مزيانه صحيه الفلوق ديالنا سالا هنا ونتلاقاو وياكم ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله والسلام عليكم.